احتضنت المملكة العربية السعودية واحدة من أضخم الأحداث الرياضية ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم كله، وهو سباق سيارات الفورمولا إي. وما لا يعرفه الكثيرون عن سيارات الفورمولا إي أنها سيارات صديقة للبيئة وتعتمد بشكل أساسي على الكهرباء للعمل. وكدعم لقرار السماح بقيادة المرأة، احتضن السباق ولأول مرة تجربة للقيادة النسائية التجريبية لهذه السيارات بمشاركة سيدات هن رائدات في قيادة السيارة، ومشاركة أول وأصغر متسابقة سعودية وهي ريم عبود. هذا الحدث الضخم الذي أتى إليه الجميع من مختلف بقاع العالم جعل المملكة العربية السعودية محط الأنظار، وأثبت أن المملكة قادرة على احتضان العالم كله بكل حب وأمان، فلم تقتصر فعاليات الفورمولا إي على السباق والحفلات فقط، بل صاحب هذا الحدث الضخم العديد من الفعاليات المصاحبة التعريفية لزوار المملكة بثقافتنا وعاداتنا، فمن صناعة وشرب القهوة العربية المفضلة لدى العرب إلى صناعة البشت والسد الصوف، تعرف العالم كله على الثقافة السعودية. مشاركتنا حنا بالسد والصوف، حنا شوفي هذا السدو فرقه عن هذا، شفتي هذا من الخيوط وهذا صوف أصلي زي هذا، شفتي. والله أنا ودي أن الحرفية أن السعوديات كلهن حتى البنات أن يتعلمن الشيء هذا، لأنه شيء مفيد وقديم ويفهم أن شغلتهم قديمة وشغلتهم اللي هم قبل تربوا عليها، حتى ما يهمن شيء مثل قبل لو ما فيه لا كهرب ولا سر يقدرون يعيشون. صناعة البشت طبعا يمر بسبع مراحل، المرحلة الأولى هي التفصيل، المرحلة الثانية ترشيب، حيلة، أبروج، طاق، مكسر، المرحلة الخامسة اللي هي ضرب المطرقة نسميه احنا برداخ، البرداخ هو تلميع البشت، تثبيت السري وتنظيفه، عندك المرحلة السابعة اللي هي الخبانة، آخر شيء الخبانة. القهوة يمكن يعرفون الكثيرين أنها كرم الضيافة أو المشروب المفضل عند السعوديين أو عند العرب أو في الجزيرة العربية أو في العالم كله، لكن إذا تكلمنا عن القهوة العربية فلها حكايات ولها قصص ولها مجالات كثيرة جدا جدا لا شك، ولا سيما أنها ركيزة من ركائز الضيافة وعنوان من علم الكرم، عنوان الكرم للضيافة أو للضيف.